أعزائي، زي ما قلنا دعوة الإسلام مرت بمرحلتين، أولهما في مكة والثانية في المدينة. في مكة يا أحبائي الدعوة الإسلامية بتمر بمرحلتين. في مكة في 13 سنة الدعوة الإسلامية بتمر المرحلتين، مرحلة دعوة سرية في السر، نشر الإسلام سرا، والمرحلة التانية الدعوة الجهرية العلنية، ينشر الإسلام بقى في العلن. تعال نبدأ أول حاجة يا أحبائي في مكة في الدعوة السرية. بداية الرسول بدأ ينشر الإسلام سرا، واستمرت الدعوة الإسلام في السر لمدة 3 سنين. يقول لي هذه المرحلة السرية أو المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية في مكة تميزت بالسرية والكتمان. ليه؟ قال لي لتجنب أذى قريش. قريش شوية برضو كان الناس دول ليهم حاجات هنشوفها وعوايد صعبة جدا، فكان من الصعب عليهم قبول الإسلام في البداية، وكانوا هم بيتميزوا بالعنف، عشان كده الرسول كان خايف من إيذاء قريش، فابتدى يدعو بالسر. وابتدى الرسول يدعو بالأقربين، الناس المقربين، زوجته وأصدقائه. في خلال ال3 سنين عدد المسلمين بيزيد عن 60 مسلم. فكانوا بيتجمعوا فين؟ الرسول اختار بيت واحد كان اسمه الأرقم ابن أبي الأرقم. يبقى اجتمع الرسول بالمسلمين في المرحلة السرية في أول 3 سنين من الدعوة الإسلامية في دار مين؟ دار واحد اسمه الأرقم ابن أبي الأرقم. فكانت الدار دي تعتبر أول مدرسة في الإسلام. ليه؟ لأن دي كان مكان الرسول قال لك مركز لتربية أصحابه وتعليمهم القرآن، عشان كده كانت هي أول مدرسة في الإسلام، أول مدرسة في الإسلام. اللي أسلموا زي ما قلنا يا أحبائي في الوقت ده أكتر من 60 مسلم. ونلاحظ حاجة، إن اللي أسلموا معظمهم من الشباب، معظمهم من الشباب، وده كان دليل إن الإسلام بيدعو للشباب، وإن هو يعني بيؤيد ان فكرة الشباب وان هم الحماسة يقدروا ينشروا الدعوة بعد كده ويقدروا يقنعوا بيها الكبار. وكمان نلاحظ حاجة يا احبائي، ان الشباب دول ما كانوش اصحاب الرسول بس، لا، يقول لي دول كانوا من جميع بطون قريش. يعني ايه بطون؟ بطون يعني انحاء قريش، يعني الناس دول من عائلات تانية جوه قريش. يعني معنى كده ان هنا الدين ما كانش جاي لطائفة معينة او مجموعة معينة، ده كان من جميع بطون قريش. ويقول لي حاجة تانية، ان هم كانوا اللي دخلوا الاسلام دول من خيرة القوم، يعني ناس من اغنى ناس قريش ومن السادة والوجهاء. يعني حد يقول لك مثلا هو كان جاي للعبيد بحجة ان هو تعالى اخلصكم من الذل اللي انتوا فيه، لا، هو كان جاي للكل، العبيد والاحرار. عشان كده طب ايه اللي يخلي واحد من السادة يدخل الاسلام؟ لا، هنا يبقى الراجل ده دخل لانه امن بفكرة الاسلام ودافع الدين وليس بدافع دنيوي. انا مش محتاج فلوس، مش محتاج اي حاجة، انا اعتقدت في الدين ده وامنت بيه، فانا داخل للهدف الروحي ده، للهدف الديني. عشان كده في أول 3 سنين تميزت هذه المرحلة في مكة بالسرية والكتمان اللي هي الدعوة السرية، وذلك تجنب لأذى قريش. بدأ الرسول فيها يدعو الأقربين، ثم اختار الرسول لهم بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. كان هذا البيت بمثابة أول مدرسة عند المسلمين، لأنه كان ما كان يربي فيه الرسول أصحابه، يعني يعلمهم ويعلمهم القرآن. وبلغ من أسلم في نهاية هذه المرحلة 60 مسلما، معظمهم من الشباب، وكانوا يتمثلون في جميع بطون قريش، يعني من كل قريش، دليل على ان الاسلام ابتدى ينتشر في قريش كلها، وكانوا من خيرة القوم، يعني الناس دول كانوا من السادة والوجهاء. عشان كده ان الناس دي دخلت الاسلام من اجل الدافع الديني وليس من اجل الدافع الدنيوي. اما المرحلة الثانية في مكة فهي المرحلة الجاهرية، ان الرسول هنا ابتدى يدعو ويجهر بالدعوة، يكلم الناس كلها عن الدعوة. بعد أول 3 سنين من ظهور الإسلام اللي هي ال3 سنين اللي هي الدعوة السرية، في السنة بقى بعد نهاية السنة الثالثة ابتدى الرسول يجهر الدعوة، يظهر الدين للجميع بقى. عشان كده ابتدى الرسول أول حاجة يعلن لعيلته الكبيرة بقى، يعني ما يطلعش بقى من القريبين قوي، ما هو القرابة في العيلة بتبقى درجات، في واحد بيبقى قريب مني قوي وواحد تاني بيبقى إيه أبعد سن، فابتدى يروح بقى يجهر للعيلة الكبيرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعرض على بني عبد المطلب، أعمامه بقى، أعمامه والعيلة الكبيرة بتاعته، تعالوا ادخلوا الدعوة في الإسلام واتركوا عبادة الأصنام. بعد ما خرج الرسول من عيلته ابتدى بقى يدعو
باقي القبائل والبلدان اللي حواليه. طيب مين مراقب الوضع ده؟ قريش، قبيلة قريش اللي هي أكبر قبيلة في مكة. إيه موقفك يا قريش من اللي بيحصل؟ في البداية قريش ما همهاش، قالت ده دعوة الرسول لبني عبد المطلب، دي مسألة داخلية، أنت وعيلتك اختاروا الإله اللي تعبدوه براحتكم. أهم حاجة، أهم حاجة ما تطلعوش بره عيلتكم براحتكم. طبعا كان اكبر معارض لدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم هو عمه، واحد برضو من اعمامه، احنا كده جبنا سيره اثنين من اعمامه وده الثالث، جبنا سيره ابو طالب اللي تربى عنده الرسول في بيته، وجبنا سيره ابو جهل الرجل بتاع قصه الابل، وهنا عمه الثالث كان اسمه ابا لهب، ابو لهب هو اسمه الحقيقي، كان اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، عبد العزة وابن عبد المطلب. الرسول دعوته في العيله كان في مقاومه، يعني مش كل الناس طبعا في العيله رحبت، ناس كتير رفضت، امثال مين؟ عمه عبد العزة بن عبد المطلب اللي هو ابو لهب، وكان في ناس برضو من العيله بيعارضوا الرسول، فهنا الناس دول كانوا اعداء للدعوه من البدايه. عشان كده قريش قالت لا، امر دعوه الرسول لعيلته بالاسلام ده شان داخلي براحتهم، وكفايه ان عمه ابو لهب ده اللي هو عبد العزة الراجل ده معانا ضد الرسول، وهو كفايه ان هو يقاومه. لكن قريش بقى بتتحول. طب انت بتتحولي ليه يا قريش؟ بتبتدي تعادي الرسول. طب انت مش قلت ده امر داخلي؟ لكن لما يكون الامر داخلي انا مش هعارض. لكن لقي الرسول بيجهر بالدعوه في كل انحاء قريش ومكه، عشان كده بيقول لك ايه، حينما جهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوه للكل اعلنت قريش معارضتها لهذا الدين منذ البدايه، واتخذت عده اساليب لمقاومه هذه الدعوه الاسلاميه. قريش اول ما لقيت الرسول بقى طلع بره عيلته وابتدى يدعو الناس كلها وقريش كلها للاسلام، ابتدت تعارض ده، وهنشوف ايه اللي هتعمله قريش من اجل القضاء على الدعوه الاسلاميه. دلوقتي تعالوا نشوف ايه الاساليب اللي اتبعتها قريش لكي تقضي على الدعوه الاسلاميه وتواجهها. تعالوا نتعرف على اساليب قريش لمواجهه الدعوه الاسلاميه. قريش اتبعت اربع اساليب، اولهم بالترتيب، لازم نعرف الترتيب فيهم عشان الترتيب ده مرتبط بتسلسل الاحداث. حرب الشائعات والاكاذيب، ابتدت تنشر شائعات واكاذيب، هنعرف ازاي. اتنين، المفاوضات والمساومات، هنعرف برضو ازاي. ثلاثة، الازاء والتعذيب. أربعة، المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية. تعالوا ناخدهم واحدة واحدة كده ونعرف إيه ده. أول حاجة يا أحبائي، قريش حبت تقضي على الرسول بدري بدري وتقضي على الدعوة الإسلامية، فابتدت تنشر شائعات وأكاذيب حول الإسلام وحول الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده قريش اختارت الوقت والمكان المناسبين. إمتى الوقت وفين المكان؟ الوقت كان في موسم الحج، في موسم الحج، والمكان طبعا في مكة عند الكعبة. ايه القصة؟ قريش اختارت ناس ليهم شعبية كبيرة، ابتدوا الناس دول ينشروا شائعات واكاذيب حول الرسول، منهم اللي اتهم الرسول بالكذب او السحر، ان هو ساحر او ان هو عايز زعامة وشهرة. طيب اشمعنى الوقت ده موسم الحج والمكان ده في وقت الحج؟ قال لك المكان ده بتيجي قبائل من كل حتة، فالناس دي لما تسمع الكلام ده عن الرسول فأكبر عدد من الناس هيسمعوا الكلام ده ويستهزأوا بالرسول وبدعوته، وفي نفس الوقت الكلام اللي بيتقال من شخصيات مهمة. زي مين الشخصيات دي؟ مش هتصدقوا، زي أبو لهب عم الرسول، عمه، واحد تاني برضو من سادة قريش كان اسمه الوليد بن المغيرة. الاتنين دول كانوا بيستهزئوا بالنبي وأصحابه. فين؟ زي ما قلنا الوقت كان في موسم الحج، في منطقة الحج، عشان كده المكان ده هيكون له تأثير. طبعا الشائعات والأكاذيب ان هم اتهموا الرسول بالكذب والسحر والزعامة والشهرة، كل ده ما بينجحش. قريش ما استسلمتش، فشلت اولى المحاولات اللي هي نشر الشائعات والأكاذيب، فتبتدي قريش تدخل في طريقة جديدة اللي هي طريقة المفاوضات والمساومات. تعالوا طيب نوصل معاه الحل، نعرض عليه حلول. طب راحوا للرسول مباشرة؟ لا، هم راحوا لعمه، عرفوا ان عمه ابو طالب اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم اتربى في بيته ليه تأثير كبير على الرسول صلى الله عليه وسلم، وان الرسول هيعمل له حسابه. فقالوا لعمه ابو طالب، شوف ابن اخوك اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج ايه واحنا نعمله له.
باعتقادا منهم ان ابو طالب ليه تاثير كبير على الرسول وممكن يخليه يبعد عن الكلام ده. طبعا المرحله الثانيه من التفاوض مع عم الرسول ابو طالب فشلت برضو، لان الرسول ليه هدف واضح، انت عمي وكل حاجه، بس الهدف هنا الدعوه لله وترك عباده الاصنام. فقريش ما لقيتش قدامها في التفاوض حل غير انها تروح تتفاوض مع الرسول مباشره. قالوا له اللي انت عايزه هنديهولك، عايز مال نخليك اغنى واحد فينا، عايز سلطه تبقى مالك علينا، بس اهم حاجه تترك الدعوه والكلام اللي انت بتقوله ده. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض. ليه؟ لان الراجل النبي صلى الله عليه وسلم جاي بدعوه دينيه يدعو الناس لعباده الاصنام، مؤمن بدعوه وبفكره، لكن هو مش جاي عايز مال او فلوس. يبقى كده مرحلتين فشلوا من مراحل مواجهه الدعوه الاسلاميه، اللي هي محاوله نشر الشائعات والاكاذيب ومرحلة المفاوضات والمساومات. بعد فشل المرحلتين الأولانيين، خاصة فشل الشائعات، مشركي قريش حاولوا النيل يعني التخلص من المسلمين. فقال لك ايه؟ نبدأ بالضعيف الأول، العبيد. قال لك اللي هو المثال اللي بيقول ايه؟ اضرب المربوط يخاف السايب. اضرب الضعيف القوي يخاف. فبنلاقي قريش بتتجه لتعذيب العبيد. انا راجل من السادة، عندي عبيد، والعبيد دول دخل الاسلام اضربهم، او واحد فقير دخل الاسلام اضربه. بعد كده برضو الكلام ده ما جابش نتيجة، فالإيذاء بيصل الى السادة بقى اللي هم الاشراف. قال لك اتسعت حركة الإيذاء والتعذيب لتستهدف كل المسلمين، خاصة بعد ان الدعوة ابتدت تنتشر وزي ما قلنا دخل فيها السادة والاشراف. ده مش بس كده، وصل الإيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولاصحابه. عشان كده بقول لك ان في الوقت ده المسلمين تحملوا انواع كثيره من العذاب. عشان كده بسبب الإيذاء هنشوف قدام ان الرسول هيفكر يقول للمسلمين هاجروا للحبشه، وهندخل للحته دي وناخدها برضو بالتفصيل نتكلم عنها كمان شويه. يبقى دي المرحله الثالثه اللي هي الإيذاء والتعذيب. اما عن المرحله الرابعه يا اعزائي اللي هي مرحله المقاطعه الاقتصاديه والاجتماعيه. قريش لقيت مفيش فايدة، معرفوش يبعدوا الرسول عن الدعوة وأفكاره عن طريق الشائعات والأكاذيب أو المفاوضات وعرض عليه المال والزعامة، أو إن هم ابتدوا يعذبوا المسلمين، فاتجهوا لفكرة أخيرة اللي هي فكرة المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية. يعني إيه؟ قال لك إحنا نعزل كل من أيد الرسول المسلمين، وبالذات عيلته اللي هي عيلة الرسول الكبيرة اللي هي بني هاشم. القصة بتبدأ ان ابو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف ان قريش ناوية تأذي الرسول وتقتله، هنا بقى الموضوع بيكبر عند ابو طالب، بيتعدى فكرة ان هي دعوة. لا، ده بيقول لك ده هنا انت كده دخلت في شرف عيلتنا، ازاي انتوا عايزين تقتلوا ابننا؟ قريش كانت عايزة تقتل الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تنهي الدعوة. فبنلاقي ابو طالب جمع العيلة كلها مسلمين وغير مسلمين، وكلهم قرروا ان احنا هنحمي الرسول صلى الله عليه وسلم، ده ابننا سواء احنا مؤمنين بدعوته او مش مؤمنين بيها، فاحنا هندافع عن الرسول. طبعا عيلة الرسول صلى الله عليه وسلم عيلة كبيرة، وابو طالب كان راجل من الناس اللي ليهم كلمة كبيرة. عشان كده قريش حبت ترد على القرار اللي خده ابو طالب بان هو قرر يحمي الرسول، لما عرف ان قريش بتهدد بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده قريش قالت احنا هنعمل مقاطعة، احنا هنعمل مقاطعة. هنعمل ايه؟ مقاطعة. فعملوا زي وثيقة، عقد كده، كتبوا فيه احنا هنقاطع بني هاشم ونعمل عليها حصار اقتصادي واجتماعي لغاية لما يسلموا الرسول ونقتله. ده مش بس كده، علقوا الوثيقة دي في جوف الكعبة، عند الكعبة وعلقوها. قالوا ايه؟ قالوا احنا هنعمل مقاطعة اقتصادية، هنمنع عنهم الطعام، محدش يديهم اكل أو شرب. مش بس كده، لا بيع ولا شراء معهم، مش هنبيع ولا نشتري معاهم، مش هنديهم ولا حد يشتري منهم ولا حد يبيع لهم حاجة. ده المقاطعة الاقتصادية. مش بس كده، مقاطعة اجتماعية، لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا لغاية لما يسلمون الرسول لقتله. فضلت قريش محاصرة المسلمين لمدة 3 سنين، لدرجة إن من شدة الجوع لعيلة الرسول صلى الله عليه وسلم بني هاشم والمسلمين وصلوا ان هم كانوا بياكلوا من اوراق الشجر، وكان يدوب بس اللي بيجي لهم بعض مؤن كده من اثارهم، ناس ليهم نسب.
وفضلوا المسلمين على الوضع ده 3 سنين لغاية لما بيظهر مجموعة برضو من أشراف قريش، ناس كده خلى عندهم دم، هم ناس من الكبار بتوع قريش، وكانت ليهم ذو قربة، يعني كانوا ليهم قرابة مع بني هاشم. فراحوا قالوا لا احنا خلاص مش هنكمل معاكم في الكلام ده وبننقض الصحيفة. يبقى هنا الصحيفة او العقد او الميثاق او العقد اللي او الاتفاق اللي عملته قريش لمحاصرة المسلمين ومقاطعتهم اقتصاديا واجتماعيا، نهاه مين؟ نهاه بعض انصار اللي هم ايه، انصار او اقارب عائلة بني هاشم، ودول كانوا برضو من سادة قريش. هنا خلي بالك في عصبية، يعني الناس دول كان عندهم عصبية، يعني تعصب لاقاربهم، بس هنا بشكل ايجابي، لان هم وقفوا برضو هنا مع العدل ضد الظلم، لقيوا ان المقاطعة الاقتصادية دي فيها ظلم، فاحنا نقف مع العدل. يعني هنا برضو ايه، في عصبية بس بشكل ايجابي مش بشكل سلبي. وبكده نكون يا احبائي اتكلمنا على اللي حصل من قريش، ازاي واجهت الدعوة، وتعالوا نشوف الرسول هيتعامل مع ده ازاي، وهيواجه المظالم دي ازاي، هيواجه الإزاء والتعذيب والمقاطعة الاقتصادية والاجتماعية ازاي، هنشوف دلوقتي. ودلوقتي يا احبائي تعالوا نشوف ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيواجه إزاء قريش اللي عملوه من خلال 4 مراحل اتكلمنا عنهم، اللي هي نشر الشائعات والأكاذيب، ومحاولة المفاوضات مع الرسول لإبعاده عن تلك الدعوة، والثالثة المتمثلة في الإيذاء والتعذيب، والرابعة المتمثلة في المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية. إزاي الرسول اتعامل مع دول؟ أول حاجة الرسول ابتدى يتبع نظام الحكمة والموعظة الحسنة، يعني يرد عليهم بحكمة ويوعظهم، يكلمهم بأسلوب كويس. طيب أنت ليه يا رسول الله ما دخلتش فيهم شمال بأسلوبهم كده زي ما بيقولوا بالبلدي؟ لا، الرسول قال لك انا اكلمهم بالحسنى احسن ما استخدم معاهم القوه. طب ليه ما تستخدمش معاهم القوه وتبقى ايد بايد زي ما بيقولوا؟ قال لك لا، انا مش هحارب ابناء قريش، انا مش هحارب ابناء قريش، دول عيلتي ودول اهلي، وانا لو اتخانقت مع عيلتي واهلي يبقى انا كده بفكك المجتمع وبخليه ينهار، وادخل في زي ما بيقولوا كده حاجه اسمها حرب اهليه. لا، الاسلام مش جاي يفرق، انا جاي هكلمك انت بتستخدم معايا اساليب فيها عنف وشده، لا انا هتكلم معاك باللين بالحكمه وبالموعظه الحسنه، لان ده هيكون له تاثير اقوى من ان انا ادخل معاك في حرب. الحرب دي هتفكك المجتمع بتاعنا وتخليه ينهار. دي اول طريقه. تاني طريقه الصبر. الرسول كان بيدعو المسلمين للصبر، تحملوا التعذيب يا احبائي اصبروا. من أشهر الأمثلة للنماذج اللي تحملت التعذيب واستشهدت عيلة كانت عيلة واحد اسمه عمار بن ياسر. فبنلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم بيشجع المسلمين ويحثهم ويقول لهم اصبروا وتحملوا. وديكوا شفتوا عيلة آل ياسر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يعني أنتوا آل ياسر استحملتوا وإن شاء الله تدخلوا الجنة. يبقى كده الرسول ابتدى يستخدم الحكمة والموعظة الحسنة، مش بس كده، ابتدى يستخدم الصبر والتحمل. ثالث حاجة بقى، الرسول ابتدى يواجه الإزاء ده من خلال إنقاذ المستضعفين، وهنا بيظهر دور الصحابة. الصحابة بيظهر دورهم هنا في الدعوة الإسلامية من خلال إن بعض الصحابة اللي هم الميسور الحال أو الأغنياء زي أبو بكر الصديق، كان الراجل ده بيشتري العبيد ويحررهم. من أشهر العبيد واحد اسمه بلال ابن رباح، ده كان عبد حبشي ودخل الإسلام، أبو بكر اشتراه وأطلقه حرا. على فكرة بلال بن رباح هو اللي قال الأذان اللي موجود لغاية دلوقتي. دي 3 وسائل من اللي كان بيستخدمهم الرسول لكي يواجه عداء وإزاء قريش. رابع وسيلة استخدمها الرسول إن هو فكر يطلع برا مكة وينشر الإسلام في أماكن جديدة برا مكة. ليه يا رسول الله بتفكر عن أماكن جديدة غير مكة؟ قال لك لأن جوه مكة التعذيب كل يوم بيزيد، وبطش قريش يعني عنفها بيزيد، بالاضافه انا عايز انقذ الدعوه، لو فضلنا كل المسلمين جوه مكه هيتقتلوا كلهم والدعوه مش هتوصل للناس، فانا عشان كده هخرج دلوقتي من مكه وانشر الدعوه خارج مكه، وده اللي هنشوفه في اللي جاي.